السلام عليكم، هكلمكم النهارده ان شاء الله عن الكارديو. امتى افضل وقت ليه؟ في ناس كتير بتسال عن الكارديو على بعد خليه، هل هو صح ولا غلط؟ اولا الكارديو مهم جدا لانه يعتبر من التمرينات الهوائيه ويزيد معدل الحرق. افضل وقت امتى بقى ليه بيختلف من شخص لشخص. البعض يقول لك انه خطا على بعد خليه، ودي مدارس كتيره وكل نظريه لازم تحترم، بس عن تجربة شخصية، عن تجربة مع لاعبين كتير، الكارديو على معدة خالية مهم جدا. ليه؟ في أول اليوم بتكون صاحي من النوم، فجسمك أثناء النوم معدل التمثيل الغذائي خلص منه وحصل تمثيل غذائي وقيد أثناء النوم، وبالتالي جسمك بيكون محتاج لتغذية. الكارديو على معدة خالية الصبح مهم جدا في فترة التخسيس والتنشيف بمعنى أصح، لأنك في أول اليوم جسمك محتاج لتغذية معينة عشان يبني، وبالتالي لما أنت بتيجي تلعب كارديو الصبح جسمك بيبدأ يستنفذ الجلوكوجين اللي داخل العضلة، فبالتالي معدل الحرق عندك بيزيد. أيهما أصح، الكارديو على معدة خالية ولا بعد التمرين ولا قبل التمرين؟ الأفضل تلات أوقات أو أهم تلات أوقات هما الصبح، يليه اللي بعد التمرين، يليه في المرحلة الثالثة اللي هي قبل التمرين. لو انت لعبت كارديو قبل التمرين هتستنفذ من الطاقة اللي انت مفروض تستغلها في بناء خليتك العضلية، فبالتالي تيجي تتمرن بعديها معدل بنائك هيقل، معدل حرق عندك اوكي، بس انت محتاج توصل لمستوى عضلي صحي وما تخسرش من العضل، خصوصا اللاعبين كامل الاجسام. فانت لو لعبت فترة طويلة قبل التمرين غير مستحب، وخصوصا لو انت عاوز تنشف من غير ما ينزل مستواك العضلي. تقدر قبل التمرين تلعب كاحماء، كزياده حركه الدم داخل الجسم. الناس بيقول لك بلعب قبل التمرين عشان اسخن، اوكي هو جسمك هيسخن بس انت هتلعب لعضله الصدر، جسمك كله هيسخن. الاهم من الكارديو قبل التمرين الاسترتش والاطالات مش الكارديو. الكارديو تقدر تلعبه من 5 إلى 10 دقائق بكتير، مش اكتر من كده قبل التمرين. اكتر من كده تبدا تستنفذ من الطاقه اللي انت المفروض تستغلها في التمرين عشان تستفاد منها، لكن الافضل للكارديو تلعبه بعد التمرين. وقبل التمرين يكون احماء بسيط 5 دقائق إلى 10 دقائق مع استرتشات واطاله لكل عضله هتلعب لها، ده الاهم عشان تحافظ على جسمك من الاصابات. بعد التمرين انت خلاص استنفذت الطاقه اثناء التمرين واتمرنت صورة كويسة، اوكي، فبالتالي تقدر تلعب كارديو بعد التمرين. في الفترة اللي ما بعد التمرين جسمك هيبدأ يحرق من الدهون، والفترة بتكون قد ايه؟ تكون مينيمم 20 دقيقة عشان تزيد معدل الحرق، لان الفترة الزمنية او الوقت الزمني مهم جدا. اقل من 20 دقيقة بيكون مفيش معدل حرق، جسمك بيبدأ يحرق بعد وقت 20 دقيقة وفوق. وافضل وقت زي ما احنا قلنا اللي هو الصبح على معده خاليه. في ناس بيقول لك لا، وفي ناس بيقول لك اه. مع التجربه العمليه والحالات اللي مرت عليا يعتبر افضل وقت هو الصبح. بتفصل عن وقت التمرين، بتستنفذ الطاقه المخزونه في جسمك وانت لسه ما اكلتش حاجه، فمعدل حرق بتكون اعلى. ده افضل وقت، الوقت اللي ليه بعد التمرين بتكون استنفذت الطاقه اثناء التمرين وخدت البمب اللي انت عاوزه وبتحرق الزياده بعد التمرين. دول أهم أوقات للكارديو. أنواع الكارديو بينقسم إلى كارديو تقدر تلعبه على التريدميل، جهاز السير أو البايك أو السلم المتحرك، ممكن تلعبه على طريق مشي في مكان مفتوح. دي هي أنواع الكارديو اللي ممكن تستخدمها. وزي ما قلت لكم أهم شيء الفترة الزمنية، معدل الفترة الزمنية اللي هي 20 دقيقة وفوق جسمك بيبدأ يحرق، قبل كده بيكون معدل حرق بسيط. وشيء مهم جدا كمان، لو انت مش عاوز تخسر عضل في الكارديو ما تلعبش وتزيد معدل دقات قلبك بسرعة عالية، يعني جري كتير لا، معدل مشي الهرولة العادي، معدل انت تطلع سلم بحركة بطيئة، وتطول في الفترة اكتر من انك تجهد نفسك بسرعة عالية. ده بيخلي عندك الفقد العضلي اكتر
وبيخلي عندك حرق دهون اوكي ماشي، بس بيزيد عندك معدل الفقد العضلي، ده احنا مش عاوزينه خصوصا في لعبه كمال اجسام او البناء العضلي. فيفضل تطول الفتره، ما يكونش دقات قلبك سريعه، يعني مثلا الجهاز السير السرعه مثلا من 4 الى 5 كيلومتر في الساعه، العجله ما يكونش سريع، يكون عاديه، حركه عاديه، السلم بطيء، بحيث ان جسمك او معدل قلبك ضربات قلبك ما يزيدش عن 100 في الدقيقه. اتمنى تكون المعلومه وصلت لكم وتكون معلومه مفيده. لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب للقناه وتابعوا الفيديوهات القادمه ان شاء الله.